الا كان شدنا باك بلوس 7 كاع نهز البندير نخدم خدمه بشاره فهمتي وما نهزش فيها صراحة أنا نقدر ناخذ الدبلوم ديالي ونمشي نقرا برا حتى بندير كشيخة. 8 مليون نبقى مع 100 درهم ولا في لا ما جاتش ناخذ الدبلوم ومشي نقرا لا ما نخليهاش حيت دابا ملي القراية وكتوصل لديك المرحلة خاصك تكمل فيها ودابا ملي كتخرج على ملي كتخرج دير الطريج والبندير هكشي الشيء عشوائي فهمتي ما كاين لا غوتريت لا ميشيال لا والو فهمتي و الطريجه والبندير داك الشيء عشوائي من الاحسن نكمل قرايتي ونخدم عادي انا بعدا كيناش ما نسمحش في ديبلومي اللي تعذبش على قبلو باش على قبل باش نمشي ندير شي مهنه اللي ما مزياناش ولكن هو الا كان سافر راسو ما غاديش يربح في ديك الخدمه جوغ فهمتي كل واحد كيكون عنده دي برينسيپ هو ما حافظش عليهم وما بغاش ما كملش في داك اللي بدا جا فهمتي في الضلاغ جون فاسيل على انه يمشي يتعذب شويه وياخد فلوس فهمتي من اللي خدمه اللي عندها واحد الكرامه وخدمه مزيانه شويه ولكن هادشي ما كيعنيش بان حتى شي ولا ان البندير ولا شي حاجه مهنه خايبه غير هو زعما كاينه مهندس من <تصفيق> <تصفيق> أدو هادو كاملين اخشي يقدروا اي أيوة يعني أيوة واحد يضرب البندير أيوة واحد انا اي واحد تعطيه غير ياخذ 8 مليون غيضرب يضرب البندير اي واحد ماشي انا انا في نظري ما خصناش نديروا هذه القضيه حيت البلاك الباك هو كل شيء حيت ما كانش عندك الباك تقدر يكون ما تقدرش دير التعريزه والبندير حيت الا درتي التعريزه والبندير عاوتاني غي غيكون عندك مشاكل وغيكون عندك عندك شي شي وحدين كيتبعوك كي وكيعيروك اون فوا الباك بلس 7 فاش كتشدو خاصك تقرا وتكمل قرايتك باش إلى فاش غتلقى خدمتك غادي تستقر فيها اما فاش غادي تخدم فاش غادي تخدم تاع رجا والبندير غادي تبقى تقلب غتبقى تقلب مدن كاملين غدور عليهم وغادي تبقى تطلع المنصات وغادي تزيك عاوتاني حشمه قدام المنصه هادشي هو القرار آه... آه... سميتو النظره ديالي